ما هو الإيدز؟ وما هي أسبابه؟ المسبب للإيدز هو فيروس الـ VIH، وهو فيروس الذي يغزو الليمفاويات التائية الليمفوسيت تي في جهاز المناعة، وتحديدا خلايا تي هيلبر، خلايا السيديكات. يتعرف الفيروس على هذه الخلايا من خلال مستقبلات خاصة ومميزة لخلايا السيديكات، مستقبلات CCR5 سيديكات و CXCR4، حيث أن الفيروس يستطيع الارتباط ودخول خلايا الجسم من خلال التمسك بهذه المستقبلات. فور دخول الفيروس لخلايا السيديكات تحدث سلسلة من التفاعلات البيولوجية التي تؤدي إلى تكاثر الفيروس، وفي نهاية المطاف إلى موت الخلايا وخروج أعداد هائلة من الفيروسات منها. من الجدير ذكره أنه ليس كل إنسان مصاب بفيروس الـ VIH يعتبر مريضا بالإيدز، وذلك لأن مرض الإيدز يتم تشخيصه بناء على ظهور أعراض فشل جهاز المناعة ومستوى خلايا السيديكات في الجسم، حيث أن وتيرة تدمير هذه الخلايا من قبل الفيروس وبدء ظهور أعراض فشل جهاز المناعة مثل الإصابة بالأمراض الوبائية الخطيرة المختلفة أو تطور الأورام تختلف من حالة إلى أخرى. على سبيل المثال، الشخص الذي أصيب بالفيروس ولكن مستوى خلايا السيديكات لديه جيد أعلى من 500 خلية في الميكروليتر الواحد وبدون أي أعراض لا يعتبر مريض إيدز وليس بحاجة إلى علاج في الوقت الحالي، وإنما يعتبر حاملا للفيروس وبحاجة إلى متابعة فقط. ما هي طرق انتقال هذا الفيروس؟ طرق انتقال الإيدز هي عديدة، ومن أهمها الاتصال الجنسي، الدم والرضاعة. من الجدير ذكره أنه لم تثبت ولم تسجل حتى اليوم حالات انتقال الفيروس من خلال اللمس البسيط أو عن طريق الحشرات كالبعوض مثلا. من أسباب طرق تنقل الإيدز، أولا الاتصال الجنسي، وهي تعتبر الطريقة الأكثر شيوعا في العالم لانتقال فيروس الإيدز، ولكنها تعتبر طريقة انتقال غير ناجعة. في دراسات أجريت في دول غربية تبين أن احتمال انتقال فيروس الإيدز من شريك مصاب إلى شريكه هو 0.08% من العملية الجنسية، والعكس هو 0.04، أي من شريك مصاب إلى شريك غير مصاب. كما أنه تبين وجود عوامل أخرى التي من شأنها أن تزيد الاحتمال بالإصابة، مثل الحمولة الفيروسية للمصاب، وهي معرفة على أنها كمية الفيروسات في جسم المصاب، ووجود الأمراض التناسلية الأخرى مثل التهاب الإحليل، الالتهابات المتضثرة، المرض الزهري وغيرها، إذ أنه تبين وجود علاقة طردية بين مستوى الحمولة للفيروس واحتمال نقل الفيروس، وكذلك الأمر بالنسبة لوجود الأمراض التناسلية. من طرق انتقال الفيروس أيضا الانتقال من خلال الدم ومشتقاته. هناك احتمال بالإصابة بالفيروس من خلال التعرض لدم شخص مصاب، وذلك من خلال الحصول على وجبة دم من شخص مصاب بالإيدز، أو في حالة زراعة أعضاء أو أنسجة من متبرع مصاب. فئات أخرى من الناس معرضين للإصابة بفيروس الإيدز بهذه الطريقة هم فئة المدمنين على المخدرات، حيث أنه جزء كبير من هؤلاء يقومون بحقن أنفسهم بالمخدر، وذلك من خلال استخدام إبر مشتركة لعدد من المدمنين، مما يزيد احتمال الإصابة بالفيروس. وهناك اعتقاد سائد عند المدمنين أن حقن المخدر تحت الجلد أو في العضل هو أقل خطورة من الحقن داخل الأوردة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث أثبتت الدراسات أن الفيروس قادر على الانتقال أيضا من دون حقن مباشر داخل مجرى الدم. من طرق انتقال فيروس الفيش أيضا الانتقال من الأم للجنين. يستطيع فيروس الإيدز الانتقال من الأم للجنين أو المولود الجديد خلال فترة الحمل، الولادة أو الرضاعة. لقد تم تسجيل حالات التي تم فيها انتقال فيروس الإيدز إلى الجنين في الأسابيع المبكرة للحمل، ولكن في أغلب الحالات تحدث الإصابة في الأسابيع الأخيرة للحمل وخلال الشهر الأول بعد الولادة. إن احتمال إصابة المولود وهو الجنين من قبل أم مصابة والتي لا تتلقى أي علاج هو ما بين 15 إلى 25% في الدول الغربية، وما بين 30 إلى 35% في الدول النامية، في حين يصبح هذا الاحتمال أقل من 1% في حال تلقي الأم لعلاج للإيدز خلال فترة الحمل وما قبلها، وإعطاء المولود جرعة وقائية بعد الولادة. الكثير من الخبراء يقومون بإجراء عملية ولادة قيصرية
في هذه الحالة والتي من شأنها أن تقلل احتمال إصابة المولود أكثر وأكثر. إن عملية الإرضاع هي طريقة أخرى لانتقال الفيروس من الأم إلى المولود، ولهذا السبب تنص التوصيات الطبية بعدم الإرضاع بتاتا في حال إصابة الأم بفيروس الإيدز. من طرق انتقال الفيروس أيضا الانتقال من خلال التعرض لأدوات حادة ملوثة بدم شخص مصاب. هذه الطريقة تعني بشكل خاص العاملين في جهاز الصحة والمستشفيات، وكذلك لدرجة معينة الأشخاص الذين يعيشون في بيئة قريبة مع حامل لفيروس الإيدز. إن الإصابة بوخزة من إبرة أو أي أداة حادة ملوثة بدم فيروس مصاب بفيروس تشكل خطرا وسبيلا لانتقال الفيروس. بحسب الإحصائيات أن احتمال الإصابة بفيروس الإيدز جراء التعرض للإصابة بوخزة إبر أو أداة أخرى ملوثة من دون الحصول على جرعة وقائية ضد الفيروس هو ما يقارب 0.3%. ما هي أعراض الإيدز؟ أعراض الإيدز الأولية تظهر بشكل عام بعد أسبوعين حتى 4 أسابيع منذ لحظة التعرض للفيروس، وهي ليست مميزة أو تشخيصية للإيدز، بل إنها تشبه في الكثير من الأحيان أعراض الإنفلونزا الشائعة مثل الحمى، الالتهاب في الحلق، الإرهاق، الغثيان، وآلام المعدة، وكذلك التهاب وآلام في المفاصل، الصداع. في أغلب الحالات تكون هذه الأعراض عابرة وتختفي تدريجيا بعد 4 أسابيع من دون أي علاج. لهذا السبب هنالك الكثير من الحالات التي لا يتم فيها تشخيص الإيدز في هذه المرحلة المبكرة. إن السبب الرئيسي لظهور هذه الأعراض الحادة تكمن في الحمولة الفيروسية الكبيرة التي تتكون خلال هذه الفترة القصيرة بعد الإصابة بالعدوى، حيث أن الفيروس يبدأ بعملية غزو مكثفة للمفوسيات التائية بهدف التكاثر، وعندها تظهر أعراض الإيدز. بعد 4 أسابيع يقلل الفيروس من نشاطه عادة ويدخل في حالة استقرار، أي أنه يستمر في التكاثر ولكن بوتيرة أبطأ. وعندها تختفي أعراض الإيدز الحادة في حين أن عملية تدمير جهاز المناعة تستمر ولكن ببطء. هذه المرحلة من المرض تكون خالية من أعراض الإيدز ومضاعفاته، حيث أن الحمولة الفيروسية مستقرة وجهاز المناعة رغم تدميره المستمر يكون ما زال قادرا على العمل بشكل ناجع نسبيا. هذه المرحلة ممكن أن تستمر لسنوات عديدة حتى الوصول إلى اللحظة الحرجة التي يكون فيها جهاز المناعة وصل إلى درجة من التلف والدمار الذي يمنعه من تأدية وظيفته، وعندها تبدأ مضاعفات الإيدز بالظهور. مضاعفات الإيدز. مضاعفات الإيدز قد تظهر في أي مرحلة من مراحل المرض بشكل عام. كلما كان مستوى خلايا السيديكات منخفضا أكثر، كلما كانت مضاعفات الإيدز أكثر حدة وخطورة. إن مضاعفات الإيدز ممكن أن تتمثل بإصابة أي جهاز أو عضو تقريبا في الجسم. مضاعفات الإيدز تحدث بشكل أساسي نتيجة الإصابة بعدوى جراثيم أو فطريات انتهازية. كائنات انتهازية ليس من شأنها أن تسبب مرض عند إنسان معافى، ولكنها تنتهز الفرص عند حدوث فشل في جهاز المناعة لتتكاثر في الجسم، وعندها تسبب الأمراض المختلفة. وكذلك نتيجة لجراثيم، فيروسات، وفطريات مختلفة التي من شأنها أن تصيب أي إنسان بالأمراض. ولكن في حالة مرضى الإيدز تكون العدوى مستعصية وأكثر خطورة. بالإضافة لمحاربته للوبائيات، يقوم جهاز المناعة السليم بوقايتنا من الخلايا السرطانية التي تتكون أحيانا في أجسامنا، حيث يستطيع الجهاز السليم في الكثير من الحالات بتحليل هذه الخلايا وتدميرها. فشل جهاز المناعة يعني فشل أحد الخطوط الدفاعية الطبيعية الأولى لدينا ضد مرض السرطان. ولهذا يعاني مرضى الإيدز في الكثير من الأحيان من الأورام المختلفة. هنالك الكثير من مضاعفات الإيدز كالفشل الكلوي وأمراض القلب التي لا توجد بينها وبين تلف جهاز المناعة علاقة مباشرة وواضحة. حتى الآن سبب هذه الأعراض التي هي ليست نتيجة تلف جهاز المناعة ما زال غير معروف. ومن أهم مضاعفات مرض الإيدز مضاعفات على الجهاز التنفسي، حيث يعاني مرضى الإيدز في الكثير من الأحيان من التهابات متكررة وحادة في الشعب الهوائية لابرونشيت والجيوب الأنفية سينيسيتيس، كما أنهم يعانون من التهابات الرئوية بشكل كبير ومتكرر. هذه الالتهابات من شأنها أن تؤدي إلى تدمير النسيج الرئوي وإلى مشاكل مزمنة وخطيرة في جهاز التنفس. مرض السل الذي نادرا ما يصيب الأشخاص المعافين يصيب مرضى الإيدز في الكثير من الأحيان.
من مضاعفات الإيدز مضاعفته على القلب والأوعية الدموية. إن أمراض القلب المختلفة مثل أمراض أوعية الدم التاجية أو اعتلال عضلة القلب شائعة عند مرضى الإيدز. الكثير منهم يعاني من النوبات القلبية وفشل القلب. هناك أيضا مضاعفات الإيدز على الفم والبلعوم، وهي تتمثل بقرحات الفم والإصابة بالفطريات المختلفة. في بعض الأحيان تظهر آفات في منطقة الفم والبلعوم التي تشكل مشكلة في البلع وتسبب آلام. من مضاعفات الإيدز أيضا على الجهاز الهضمي، حيث قد يصيب الإيدز أي جزء من الجهاز الهضمي التهاب المريء نتيجة الإصابات بفيروس الهربس أو بفطريات تؤدي إلى الشعور بالآلام عند البلع وآلام في الصدر. المعدة معرضة للإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل اللمفاوية أيضا. قد تسبب عدوى جرثومية فيروسية بإصابة الأمعاء الدقيقة والكولون، وهذا بدوره يؤدي إلى الإسهال، القذف، الحمى وفقدان الوزن. فيروس الإيدز قادر أن يؤدي بشكل مباشر وليس عن طريق عدوى ثانوية إلى حالة من الإسهال المزمن، القرحات والآفات في منطقة المصران المستقيم والشرج، وتعتبر مشكلة شائعة لدى مرضى الإيدز وتؤدي إلى الألم وعدم الراحة. مضاعفات الإيدز على الكبد أيضا، وحسب التقديرات حوالي ثلث حالات الموتى عند مرض الإيدز مرتبطة بشكل أو بآخر بفشل أو مرض كبدي. إن السبب الرئيسي لأمراض الكبد عند مرضى الإيدز هو إصابتهم بذات الوقت بأحد فيروسات التهاب الكبد، هيباتيت سي وهيباتيت بي. إن طرق انتقال هذه الفيروسات وفيروس الإيدز هي مشابهة، ولذلك هناك احتمال كبير نسبيا بأن يكون الشخص المصاب بالإيدز مصاب أيضا بأحد هذين الفيروسين، وأحيانا الاثنين معا. مضاعفات الإيدز تكون أيضا على الكلى والجهاز البولي التناسلي، فقد يؤدي مرضى مرض الإيدز إلى حدوث فشل كلوي عند المريض مع جميع تداعياته. كما أنه الأدوية التي يتناولها المريض لعلاج الإيدز أو مضاعفات الإيدز الأخرى قد تسبب فشلا كلويا والتهابات في المسالك البولية والتناسلية عند مرضى الإيدز. من مضاعفاته أيضا على الدم، حيث يعاني كثيرا مرضى الإيدز بتدني مستوى الفئات المختلفة من خلايا الدم، فبعضهم يعاني من نقص بالكريات الحمراء مما يؤدي إلى فقر الدم، والبعض الآخر يعاني من نقص وتدني بمستوى الصفيحات، مما يجعل المريض معرضا لخطر نزيف حاد الذي من الصعب السيطرة عليه. من مضاعفات الإيدز على المخ والجهاز العصبي، تتمثل بالتدهور الذهني وحتى الخرف المبكر، التهاب السحايا، أورام المخ، وأمراض وبائية انتهازية أخرى التي ممكن أن تصيب المخ وتؤدي إلى التهابه. علاج الإيدز بواسطة المستحضرات المختلفة وكذلك العلاج الوقائي ضد الأمراض الوبائية المختلفة من شأنهم أن يمنعوا أو يقللوا من حدة هذه المضاعفات. ما هو علاج الإيدز؟ علاج الإيدز يعتمد بالأساس على مجموعة من الأدوية المضادة للفيروس. هنالك العديد من الأنواع المختلفة من هذه الأدوية، ولقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن معالجة الشخص المصاب بتشكيله من هذه الأدوية يعتبر أكثر نجاعة وفعالية مقارنة بالعلاج بواسطة دواء واحد. وهذا عمليا ما يسمى في سياق الإيدز بالكوكتيل. يقوم الأطباء بتشكيل كوكتيلات ومجموعات مشكلة مختلفة لكل مريض بشكل فردي، إذ أن هذه الأدوية ككل الأدوية الأخرى لها أعراض جانبية والتي تختلف حدتها من مريض إلى آخر. لذلك مهمة الأطباء هي ملائمة الكوكتيل الأكثر فعالية للمريض، مصحوب بأقل قدر ممكن من الأعراض الجانبية وعدم الراحة. من الجدير ذكره أن هذه الكوكتيلات تؤدي إلى تقليل الحمولة الفيروسية وفعالية الفيروس، ولكنها غير قادرة على القضاء عليه. بفضل هذه الأدوية يمكن إدخال الفيروس في حالة سبات لسنوات طويلة. وبهذا أصبح الإيدز اليوم يعتبر مرضا مزمنا الذي يمكن العيش معه لسنوات طويلة وليس بالضرورة مميت. بالإضافة للكوكتيل الذي يعتبر علاج مباشر نوعا ما لفيروس الإيدز، يجب أحيانا إعطاء علاج وقائي أو تطعيمات ضد جراثيم، فطريات أو فيروسات، والتي في حالة إصابة المريض فيها ممكن أن تشكل خطرا على حياته أو على جودتها. أي أنه استراتيجية العلاج تكون في الكثير من الأحيان إعطاء الدواء قبل الإصابة بالداء. الوقاية من الإيدز. الوقاية من الإيدز تتلخص بالتوعية
التثقيف وتغيير في نمط الحياة. إن الإيدز كان وما زال مرتبط بشكل كبير بأسلوب حياة الفرد وسلوكياته. الوعي والإدراك الكافي للأخطار لتصرفات معينة وتجنبها بشكل وقاية كافية من الفيروس والمرض. مما يلي نلخص بعض أساليب الوقاية من الفيروس والطرق المستخدمة لتقليل نسبة الإصابة. أولاً، الحرص على حياة جنسية سليمة. إن الطريقة المثالية للوقاية من الإيدز بهذا المجال هو وجود شريك جنسي واحد، والذي من المعروف أنه غير مصاب بالإيدز. من الجدير ذكره أنه بحسب الإحصائيات الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة، فإنه ما يقارب 21% من حاملي الفيروس لم يكونوا على علم بأنهم حاملين قبل الفحص. وبهذا نستنتج أن هنالك نسبة غير قليلة من المصابين ينشرون الفيروس دون علمهم بذلك. ولهذا السبب، فإن التوصيات من قبل الخبراء هي أن يتم إجراء فحص روتيني للفيروس لجميع الأشخاص البالغين. من أسباب الوقاية من الفيروس استخدام العازل الذكري. العازل الذكري يعتبر وسيلة وقاية فعالة لمنع انتقال المرض خلال الاتصال الجنسي. يجب الانتباه بأن هذه الوسيلة ليست ذات نجاعة 100%، حيث أنه يوجد احتمال 10% لحدوث حمل مع العازل الذكري، أي نسبة فشل 10%. مفضل استخدام العازل المصنوع من مادة اللاتكس، إذ أثبت أنه أفضل وأنجع من أنواع أخرى. من أساليب الوقاية الابتعاد عن المخدرات والفطام عنها. كما أسلفنا وذكرنا، من الطريقة المثالية للوقاية هي الابتعاد كليا عن مصادر الخطر والعدوى من الفيروس. في بعض الدول هناك برامج وورشات تقوم بتوزيع الإبر الجديدة على المدمنين بدل الإبر المستخدمة والمشتركة التي يستخدمها المدمنين. هذه البرامج أدت إلى تقليل الإصابات بالفيروس بهذه الطريقة. من أساليب الوقاية أيضا من الفيروس معالجة المرأة الحامل. توفير العلاج للمرأة الحامل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة وللمولود في الأسابيع الأولى بعد الولادة يقلل نسبة إصابة الجنين بالفيروس لأقل من 1%. كذلك إجراء عملية الولادة القيصرية بدل الولادة الطبيعية يقلل نسبة الإصابة أكثر. عدم الإرضاع من قبل امرأة مصابة. التوصيات الحالية توصي بعدم إرضاع الطفل في حال كانت الأم مصابة بفيروس الإيدز. من الجدير ذكره في هذا السياق أن هذه التوصيات ليست صحيحة كليا بالنسبة للدول النامية، مثل بعض الدول الإفريقية والتي فيها يشكل حليب الأم المصدر الأساسي وأحيانا الوحيد للتغذية السليمة للطفل. نتيجة لذلك، فإن التوصيات بالنسبة لبعض الدول النامية هي الاستمرار بإرضاع المولود وإعطاء العلاج للإيدز للأم والمولود خلال فترة الرضاعة.